نطرح ملف الأونلاين بوكر على الهواء، وصورنا عدد كبير من المحلات لشبكة الام تي ار والفي اي بي، والجماعة قالوا موجة وبتمرق. الأكيد انه مثل ما قلت لكم الجمعة الماضية موجتنا طويلة كتير وعالية كتير، والأكيد انه خربان بيوت الناس وأولاد الناس اللي عمرها 15 و16 و17 سنة، مش لحتى نستخف فيها، مش لحتى أولاد العالم تسرق مصاري من أهلها لحتى تروح تلعب أونلاين بوكر وتحط مصرياتها عند هودي الجماعة. من زمان، من حوالي كم سنة ولليوم، أكثر من جهة أمنية وقضائية اشتغلت على هيدا الملف يلي مليان خبايا، والليلة رح نحكيكم بالمستندات عن الوقاحة الموجودة عند أصحاب هالشبكات. نهار الأربعاء الماضي من بعد الحلقة اجينا اتصال بلغنا عن شقة بزوق مصباح عم يشتغلوا فيها وفاتحين طاولات قمار بشكل غير قانوني، وهيك شقة عادية ومشغلينها. من بعد الرصد يلي نحن عملناه رحنا الأربعاء المساء عند الناس اللي بلغونا، قعدنا نرصد الشقة، رحنا الخميس تبين انه شبيبة الام تي ار والفي اي بي اللي هن البروكرية او اللي بيشرجوا للعالم، من بعد ما تسكرت هيدي المحلات يلي من بعد ما حكينا نحن وصار في تسكير للمحلات من ورا الحلقة، نقلوا هيدي اللعبة على شقق فاضية لحتى يقدروا ياخدوا راحتهم. واحد من هاللعيبة قرر يخرج عن صمته، يمكن عقد ما خسر مصاري، يمكن حس حاله ما بعرف شو عم بيصير معه، قرر يلجأ لنا وقرر انه يطلب منا انه نساعده. حكي جالس كان عم يرصد الشقة لحظة بلحظة من الأربعة لوقت نهار المداهمة. بلحظة المداهمة كنا موجودين كمان، فتمت المداهمة من مكتب مكافحة القمار. رح نشوف سوا شو صار بهيدي الليلة. بعد ثلاث أسابيع على ملاحقة حكي جالس لأهاوي البوكر المنتشرة بعدة مناطق لبنانية، خلينا نعرفكم عن حالنا الليلة. نحن موجتنا طويلة كتير ونحن ما عنا شي نخسره. بالنسبة لجماعة الفي اي بي 1 يلي مبين انه هن الشبكة الأقوى يلي ما كلفوا حالهم حتى انه يسكروا محلاتهم، هودي الليلة بدنا نعرف ونسأل سؤال على الهواء، أي جهاز بالدولة اللبنانية بغطيهم؟ لأنه الجماعة بيحكوا بعدد كبير من الأجهزة اللبنانية وانه هن مزبطين مع كل الناس. ومن خلال رصدنا لمكان تجمع اللعيبة اللي بطلوا يروحوا على المحلات اللي سكرت، وصلنا لشقة بمنطقة زوق مصباح مخصصة للعب القمار. تم تبليغ مكتب مكافحة القمار بقوى الأمن الداخلي، وتابعنا الموضوع لحد ما حضرت دورية الساعة 11 المساء وداهمت الشقة وختمتها بالشمع الأحمر. بدي أعمل تليفونك بس بدي أسألك سؤال، جاوب عليهم. أخي شو ضبط التليفون؟ 13 شخص تم ضبطهم عم يلعبوا تكساس هولدم داخل هالشقة، وبعد فتح المحضر تبين انه الشقة بيملكها الطبيب الشرعي نون حي، وانه اغلب اللعيبة هن من اصحاب محلات ام تي ار وفي اي بي يلي سكرت من اسبوعين. ما بعرف شو اسمه الاسطوري، ما بعرف يا عم، انا كنت اكثر لعيب زلمه بيلعب ام تي ار. هل ممكن توصل التحيات مع اللعيبة لصاحب شركة في اي بي موسى الخوري وصاحب شركة ام تي ار زياد صليبة والشركة يلي معهم؟ احكي جالس بيعتبر هيدا التقرير بمثابة اخبار للقضاء اللبناني، مش بس لأصحاب هودي المواقع للي شركة معهم، والقضية الأكبر هن الشركة اللي معهم أو مين الشركة اللي معهم. كل جمعة عم نكتشف الملف أعلى من ما نحنا كنا مفكرين. طاولات قمار ببيت بيملكه طبيب شرعي، المتصل يلي بلغنا بيقول إنه تلفن للطبيب لحتى يشتكي سكر الخط بوجه الطبيب، شقة انختمت بالشمع الأحمر، التليفونات تبع لعيبة الام تي ار والفي اي بي أو اللي بيشرجوا للناس أو اللي بيشرجوا للولاد اللي عمرهم 17 و16 سنة، هيدي التليفونات تصادرت فيها ميات الرسائل وميات الاتصالات لتحويل الأموال للأونلاين بوكر، وهيدي المعلومات كلها صارت بعهدة القضاء، والطبيب مطلوب اليوم على التحقيق لحتى تبين كل الحقائق. ومن هون، من هون بداية هيدا الملف، لأنه الملف منه بس نعرض كم محل ويتسكر وهيدا شيء ما بيكفي، من هون بداية هيدا الملف لنوصل مش بس لموسى خوري، لموسى خوري، لزهير العنتبلي، لزياد وميشيل صليبة، لشركائهم وشركائهم من كل الطوائف اللبنانية، من جميع الطوائف وبجميع المناطق، في أشخاص نافذين، في أشخاص شركائهم لهود العالم، وفي وراهم ناس بعد نافذين كتير. وبرجع بقول كل حلقة رح يبين أسامي ورح يتطور الملف، كل أدوات التحقيق
والأدلة موجودة صارت من بعد 3 حلقات، ما بقى في شيء مخبى وما بقى حدا قادر يغطي حدا تاني، صارت واضحة كتير الأمور. وإذا بدنا نحكي قانون وإذا بدنا نحكي قضاء، وهون المشكلة بموضوع الأونلاين بوكر، من 7 أشهر ولا رح تشوفوا الوراق، من 7 أشهر بيقدم موسى إميل الخوري وهو صاحب الفي آي بي وان بوكر، بيقدم طلب لمدعي عام التمييز السابق، اسمعوا كتير منيح، عم يطلب فيه لهيدا الطلب، قدمه من خلال محامي، عم يطلب انه يعطيه مدعي عام التمييز السابق مهلة إدارية لتسوية وضعه القانوني لمدة 1.5 سنة. لتسوية شو؟ وضعه القانوني. عم يطلب انه يعطوه 1.5 سنة مهلة يرجع يفتح الأونلاين بوكر. غريب، الأونلاين بوكر فيه قانون؟ غريب، ما عم بفهم كيف جرم جزائي بيصير فيه تسوية إدارية. والأغرب من هيك أنه القاضي وافق، واللي بيأكد استغرابنا أنه بعد كم يوم استلم مدعي عام تمييز الجديد سمير حمود، اللي فوراً ألغى قرار مهلة 6 أشهر، ومشكور لأنه ببساطة ما فينا نعمل تسوية قانونية لشغلة منا بالأصل قانونية من الأساس. إلى القضاء وإلى المدعين العامين من برنامج حكي جالس، البعض منكم مش عاطي كتير أهمية بهيدي القضية وبيعتبروها كتير عادية، وأنه ما في شغلة غير القمار بهيدا البلد، وتركونا من هيدا الموضوع، وأصحاب المحلات نافذين، ومع الشيء إذا أولاد تحت السن ما في إثبات بدنا نتأكد من الهويات ولازم تجيبونا إياها بإيدكم لحتى ناخد إجراءات، وأنه دخيلكم أصحاب هالمحلات عندهم علاقات، وفي منهم فنانين، وفي منهم أولاد وزراء، وفي منهم سياسيين، وبلا هالوجعة الراس. هيدا هو الجو عند البعض. ممنوع ينجر الأولاد اللي تحت السن والشباب للعبة الأونلاين بوكر. ضروري مكتب مكافحة القمار يكون القضاء واضح معه، ضروري يندعم أكتر من أي وقت سابق لحتى يعمل شغله، عم يعمل واجباته، يعمل شغله مثل ما لازم ويداهم كل هالمحلات اللي عم نرصدها. نحن برصدنا مكملين، كلنا بسياراتنا، كل فريق العمل نطلع 15 واحد، بدنا نبرم كل المناطق اللبنانية وبدنا نصور كل المحلات، كل محلات الأونلاين بوكر. هيدا الرصد نحن ماشيين فيه، والتلاتة الجاي، التلاتة الجاي بالصوت والصورة، اعترافات لا أصحاب شبكات الأونلاين بوكر ببرنامج حكي جالس متابعة لهيدا الملف التلاتة الجاي.